مؤلم حقيقة ومؤسف في نفس الوقت، وهو الخسارة الحقيقية اللي أن الشارع الرياضي الآن بدأ يفقد الثقة في المنتخب. يعني من كان يتصور الآن لما شفت التقرير أن الكل محبط، والكل يعني وصلت أن مع احترامي المنتخب النيبالي الكل يعني أكثر المتفائلين متوقع أن نفوز في فرق هدف، يعني هذا إذا فزنا، والبقية يا تعادل يا كان متشائم. فلازم يعون لاعبين المنتخب الكويت أن يجب عليك حقيقة أنك تعرف أن أنت تمثل المنتخب، وهذا المنتخب يعني له تاريخه، وتلعب بأرضك وبين جماهيرك، ما فيها حسبة أخرى غير الفوز. يعني أنا أفهم أن ممكن أنا أدي وقاتل، لكن أحيانا ليس لكل مجتهد نصيب، لكن أن أظهر في صورة مثل ما ظهرت فيها مع أندونيسيا هذا أمر غير مقبول حقيقة، خاصة أنك أنت تلعب برضك وبين جماهيرك وأنت تعلم أن مو هذه مكانتك الحقيقية أصلا. لكن إذا وصلنا مع احترامي حق الفرق حقيقة أندونيسيا ونيبال، يعني وصلنا إلى مرحلة أن يعني نخشى يعني هالفرق هذه والله كارثة، هذه فعلا كارثة في حق منتخب الكويت والأسامي الموجودة اللي يفترض يعني أنتوا تخافون على أنفسكم أكثر أكيد، يعني قبل تخافون على يعني الفريق أنتوا أنفسكم، أنتوا ما ترضون أن فريق في لاعبين كبار ونجوم أن يخرج بهالطريقة، مستحيل، ما حد يرضاها حقيقة، لا إحنا نرضى ولا أنتوا ترضون ولا الشارع أصلا راح يرحمكم. لذلك أنا مع أبو المحسن يوم يقول مش وقت الطبطبة حقيقة، وقت أن تظهر باتر وتخلصها حتى من الشوط الأول. نعم من الشوط الأول لعل وعسى أن الناس تغفر لك ما حدث في المباراة الأولى، تأهلنا في المباراة الثانية، تأهلنا كثاني المجموعة ايضا ترى يعني كارثه حقيقه. نعم. طيب ابي طال المباراه الاولى هناك من حمل حسين كنكوني ومنهم المدرب، حمل حسين كنكوني خساره المنتخب وقال ارتكب خطا ساذج ويعني ما ادري رايك، هل المدرب يعني انا حقيقه يعني صار تعادل لا 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 لا, 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 لا يعني شوف انا لا المدرب حقيقه اللي يعني يلقي اللوم على لاعب هذا يعني هذا محترامي، لا هذا يفترض الاخوان يردون عليه، يعني كان في الاداريين يردون عليه لانه يعني مش معقول. طيب سجلوا التعادل، انت شنو دورك الحين؟ شنو سويت انت؟ فمدرب يلقي اللوم.